السلام عليكم متتبعي الاوفياء، توحشتكم بزاف وكنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم وصفه الدجاج المحمر على طريقه الاعراس المغربيه. كنتمنى انكم تجربوها. كالعاده غادي نخليكم تاخذوا المقادير والطريقه. اذا غادي نحتاجوا الدجاجه تكون بوزن 2 كيلو، طبيعه الحال خاصها تكون مغسوله مزيان. غادي نزولوا منها هاد الشحمه اللي كتكون في هاد المنطقه، ثم غادي نزولوا واحد السائل لزج كيكون بين الفخذ والصدر في هذه المنطقه هذه، وهذا هو الشكل ديالو. من بعد غادي ناخذوا حامضه وغادي نطحنوها مع الماء والملحه، ثم غادي نكبوا هذا الخليط على الدجاجه وغادي نخليوها ترقد فيه على الاقل ساعه. بالنسبه للتوابل غادي نحتاجو نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه ديال القرفه، نص معلقه ديال الزنجبير، نص معلقه ديال الهريسه، شويه ديال السمن، واخيرا واحد الطعمه تاع الزعفران. عندي هنا المعدنوس مقرد، واحد الحامضه مصيره، من الاحسن انها تكون بلديه. كنزولوا لها اللباب ديالها وكنحتفظوا بالقشره للتزيين. ثلاثه دروس ديال الثومه، واخيرا واحد ربع كاس ديال الماء اللي كنذوبوا فيه طماط الزعفران. غادي ناخذ مولينكس وغادي نطحنوا فيها اللب ديال الحامض المصير مع الثومه. ناخذ المعدنوس ونضيفوا عليه التوابل، ثم غادي نضيفوا عليهم خليط الحامض المصير والثومه اللي طحنا. واخيرا الماء اللي ذوبنا فيه الزعفران، وغادي نخلطوا هادشي كله على بعضه. ناخذ الدجاجه من بعد ما زولناها من الماء اللي رقدناها فيه، غادي نشلوها وغادي ندهنوها مزيان بهاد الشرموله من الداخل ومن برا، ثم غادي نعقدوا لها رجليها بالخيط ونحطوها في اناء غادي نغطيوه ونخليوها تبات حتى الغد ليه في الثلاجه. عندي هنا الدجاجه اللي شرملت. غادي نحتاجوا لجوج بصلات كبار يكونوا مشلضين رقاق، غادي نحتاجو نفس التوابل اللي استعملنا مع الدجاج، اللي هما نص معلقه صغيره تاع البزار، نص معلقه سكينجبير، هاد المره شويه الزعفران شعره، نص معلقه الهريسه، نص معلقه القرفه، شويه ديال السمن، وواحد جوج دروس تاع الثومه محكوكين. وكيف ما هو معروف الدجاج المحمر كنديرو معاه الزيتون محمر. اذا نبداو نطيبو على بركه الله. في الطنجره غادي نديرو معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نضيفو عليها 3 كاس ديال الزيت الروميه. منين تذوب الزبده غادي نضيفو البصله وغادي نشحروها مزيان حتى يولي اللون ديالها بني. وكنأكد على هاد النقطه لان هاد اللون البني هو اللي غادي يعطينا اللون ديال الدغميره اللي غامق. من بعد ما شحرنا البصله ولا اللون ديالها غامق، غادي نضيفو فيها الماء الساخن غير شي شويه، وغادي نلوحو فيه التوابل ما عدا الزعفران غادي نخليوه من بعد. ثم غادي نحطو الدجاجه على الصدر ديالها، خاص المستوى ديال الماء ما يكونش فايت النص ديال الفخذ ديال الدجاجه. دابا غادي نغطيو على الدجاجه باش تطيب. تقريبا غادي تاخذ على الاقل واحد 40 دقيقه، وغادي نحطو الزعفران فوق الغطا ديال الطنجره باش ينشف. من بعد ما كينشف تنفرتوه مزيان بيدينا باش كيولي قطع صغيره، وغادي نزيدوها في المرق ديال الدجاج. كيف ما كتشوفوا دابا الدجاجه قربت تطيب، كنتكوها بالعود باش كيخرجوا منها السوائل اللي محبوسين، وكذلك باش نعرفها واش طابت ولا لا. الا كان طاب كيدخل العود بسهوله وكيخرج في العظم. ومنين كنحسوا بانها طابت كنهزوها بالعود بهذه الطريقه،
وكنخليو المرق كيطيب حتى كينشف من الماء. انا هنا غادي ندخلها تحمر في الفران على 200 درجة، لذلك دهنتها بشوية تاع الزبدة. بالنسبة للناس اللي بغاو يقليوها في الزيت غادي تخليوها حتى تنشف وتقطر بشوية من الماء اللي طابت فيه، تقريبا 21 دقيقة ولا نص ساعة عاد تقليوها. والزيت فاش غادي تقليوها غادي تضيفو فيه شوية تاع الزبدة. دابا كيف ما كتشوفوا المرق تاعي ولا خاتر، غادي نضيفو فيه الزيت ونطفيو عليه. بعد ما حمرت الدجاجه غادي نسخن هذا المرق وغادي نحطه في اناء التقديم، ثم غادي نحط فوق منه الدجاجه اللي حمرت، واخيرا غادي نزينها بالقشور ديال الحامض المصير. وهذا هو الشكل النهائي، وهكذا كون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، وكنوعدكم بانها كتجي لذيذه، خاصكم غير تجربوها. وبالصحه والراحه.